ماشي. اتفضل. كابتن زيزو مدير فني للنادي الأهلي، أعلنت لجنة الكرة في النادي الأهلي اليوم عن تعيين كابتن عبد العزيز عبد الشافي كابتن زيزو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير للكرة، وياسر رضوان ومحمد يوسف مديرين، وإبراهيم رياض مدربين مدرب لحراس المرمى. وبذلك بيعتبر يوسف هو العضو الوحيد في الجهاز الفني الذي احتفظ بموقعه. تقرر أن يتولى كابتن زيزو مهام منصبه حتى انتهاء الدور الأول من الدوري العام، يعني لمدة 38 يوم، حيث يلتقي الأهلي والزمالك يوم 31 ديسمبر المقبل. وهيعقد المدير الفني الجديد مؤتمر صحفيا غدا الساعة 12 بمقر النادي عشان يتكلم أكيد عن تفاصيل المرحلة المقبلة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع الأهلي ده أنا عارف أنه هو في ناس كتيرة في حالة حيرة بعد القرارات اللي أعلنتها لجنة الكرة ومجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة، مش عارفة تفرح ولا تتضايق. هو الحقيقة في ناس كتيرة متضايقة من الفكرة نفسها انه الاهلي تخلى عن واحد من اهم مبادئه، وهي فكرة انه هو عدم الاستقرار وعدم الثبات وتغيير المدير الفني في نص الموسم. بالظبط. الاهلي عمره ما كان بيعمل كده. صحيح. وعلى مدار تاريخه هي دي كانت الميزة الاساسية، الثبات والاستقرار والصبر وعدم العجلة والتسرع والاندفاع مع اي نتائج وحشة. معظم الانديه اللي في الدوري بتشيل وبتطيح بمدربيها. الحقيقه مش عشان انا اهلاوي او بناصر الاهلي، لكن في النهايه ده كان واقع. يعني الزمالكاويه والاسماعيلاويه وكل الاوساط الرياضيه كانوا بيقولوا دي ميزه اساسيه في الاهلي. كنا بيقول يا رب الزمالك، وما كانش فيه تخبط بالطريقه. بالظبط. ويا رب الزمالك يحصل فيه الاستقرار اللي كان حاصل في الاهلي. الزمالك حصل فيه استقرار، والاهلي هو اللي حصل فيه حاله من حالات عدم الاستقرار لانه اطاح بالمدير الفني في نص الموسم. بس هو الحقيقه علشان نبقى منصفين، حسام البدري هو الذي لم يترك فرصة لمجلس إدارة النادي الأهلي. وأنا حسام البدري صديق عزيز ومدرب كفء وأنا بعتز بيه جدا، بس أنا لازم أوجه له اللوم والعتاب لأنه خرج عن واحد من أهم التقاليد الأساسية في أعراف النادي الأهلي، إنه استقال وأبلغ الاستقالة للإعلاميين قبل أن يبلغها لمجلس إدارة النادي الأهلي، وده خطأ كبير. هما بيقال كمان يا تامر انه قالها في بعد المباراه، لان الجمهور في الحقيقه كان بيهاجمه طبعا. فهو ويمكن بعض الناس يعني خدت بالها ان هو قال انا خلاص خارج او ماشي او سايبها هو قالها حاجه زي كده. هو قالها امام غرف خلع اللابسين، خلع اللاعبين، خلع ملابس اللاعبين في استاد الاسماعيليه بعد المباراه، بعد بتاع الجمهور كان قاعد يقول له كفايه بدري كفايه بدري. مش مختلفين، بس كان تقاليد النادي الاهلي وضبط النفس بيقول ان انا اركب اتوبيس الاهلي واروح على القاهره واخش المجلس، وهم جايب الكابتن حسن حمدي رئيس النادي او رئيس لجنه الكره، كابتن طارق سليم، كابتن محمود الخطيب، واقول لهم يا جماعه انا عايز امشي. كان يبقى ساعتها بقى في فرصه لمجلس الاداره ولجنه الكره ما يقعدوا يقولوا لا طب استنى لاخر السيزون، طب استنى نعمل كذا. لكن ان لجنه الكره تبلغ بالقرار من خلال الاعلام، انا عايز اقول لك الخطيب وحسن حمدي عرفوا من خلال الاعلاميين ومواقع الكره اللي على النت، هيئت لهم ان حسام البدري يعلن استقالته، فهذا لم يترك لهم فرصة إلا لقبول الاستقالة، لأن هم لو مسكوا فيه بعد كده هيبقى شكلها وحش جدا قدام الإعلام والجماهير. دي نقطة. النقطة الثانية، هل في حاجة اسمها مدير فني لمدة 38 يوم؟ كابتن زيزو طبعا واحد من كبار، مش هقول لك كبار أبناء نادي الأهلي، كبار أبناء الكرة المصرية، كبير كمان يعني، ويعني لا يشق له غبار ولا يختلف عليه وعلى مهارته وعلى كفاءته ولا على انتمائه للنادي الأهلي، وهو لازم يوافق حتى لو الاوفر ده شكله مش كويس، بس لازم يوافق عليه، او هذا العرض شكله مش كويس لازم يوافق عليه، لانه ابن نادي الاهلي وعليه ان يلبي النداء في اي وقت. بس اعلان هذا العرض بهذا التفصيل صح حتى بالنسبه، مش هقول لك للجمهور، حتى بالنسبه للاعبين. يعني انا ابقى لاعب ابقى عارف ان المدير الفني اللي جاي يدربني ده قاعد معايا شهر بس في الحقيقه تامر احنا برضو لسه مش متاكدين، ويمكن بكره المؤتمر الصحفي يوضح اكتر. يعني هقول لك ليه، انا برضو سمعت كلام من قلب النادي الاهلي انه هيبقى لمده 38 يعني لحد مباراه الاهلي والزمالك، لانه كمان لو بيفكروا يجيبوا مدرب اجنبي هيبقى صعب انه هيجي، يعني مش هيركب طيارته ويجي في ثانيه قالوا تعالى هيجي. في نفس الوقت اعلان عنها يا منى، يعني ابقى ذا في نيتي بس اسكت، اقول الكابتن زيزو عبد العزيز عبد الشافي هو المدير الفني للنادي الاهلي دلوقتي. ما هو برضه لما يجي كمان افرض بقى، افرض هم جايبينه فعلا مؤقتا، افرض جايبينه مؤقتا، يعني انت متخيل هيقولوا ويجوا بعد 38 يوم يقولوا له شكرا يا كابتن امشي بقى؟ ما هو لازم يبينوا للناس. انا متفق معاه، انا متفق مع كابتن زيزو انت هتيجي مرحله انتقاليه، بس الاعلان عنها فكره ان انا جايب مدرب لمده شهر ده يعمل حاله من عدم الاستقرار وحاله من عدم الطمانينه والهدوء عند اللاعبين. اللاعبين دول هيلعبوا هيقعدوا يركزوا معاه بقى ويهضموا فكره وهم عارفين ان هو ماشي بعد شهر.
فهماني؟ انا عارف ان هو في مشكله مش بس في حكايه المدير الاجنبي، المدير الاجنبي موجود، المشكله في تمويله. يجيبوا فلوسه منين؟ فلسه هنشوف بقى دلوقتي رجال الاعمال الحبايب مصادر التمويل علشان نجيب مدير فني كفء، والمدير الفني الكفء اللي مش قاعد على القهوه هيبقى بياخد فلوس كتير، دولارات ولا يوروهات كتير، هتجيب الفلوس دي منين علشان ما يحصلش ازمه ماليه زي اللي حصل عند نادي الزمالك. لكن في النهايه الشكل مش مطمئن. اقول لك على حاجه، مش هو ده النادي الاهلي. احنا دايما بمنتهى الامانه كده بنقول يعني انا زملكاوي حضراتكم عارفين، لكن في نفس الوقت كان دايما طول عمري اقول يا ربي هو احنا ليه مش زي النادي الاهلي؟ يعني حاجاتنا كده مقفوله علينا، لو في مشكله ما بنحسش بيها احنا حتى كاعلاميين، مش هقول لحضراتكم حتى كجمهور بعيد شويه، لا كاعلاميين حتى ما كناش بنحس ان في مشكله. لو تلاحظوا انه ما كانش فيه من خلال حتى الصحافه يا تامر، ما كانش فيه نقد كتير كان بيوجه للنادي الاهلي. صحيح. او لاداره النادي الاهلي. احنا دلوقتي بنفتح الجرايد بنلاقي يعني في نقد موجه حتى للكابتن حسن حمزه. ده كفايه ان ابو تريكه نطق، ابو تريكه اللي عمره ما فتح بقه مع حد وكان بيتشتم في كل حته ويسكت يقول لهم شكرا جزيلا، نطق وقال ان انا الوحيد اللي بيدعمني هو حسن شحاته، وده طبعا نوع من الاسقاط على علاقته بيه حسام البدري. موضوع الدعايه والاعلانات اللي كانت اللعيبه بتعملها، معناها ان فكره علاقه مدير الكره اللي كان الكابتن هادي الخشبه، الرجل الخلوق الملتزم، بس واضح ان هو هادي خشبه مش راكب على فكره مدير الكره، يعني ممكن يبقى المنسق العام للفريق، مش ممكن في يبقى المكان المناسب، ممكن يكون مناسب في مكان المتحدث باسم لجنه الكره، ممكن يبقى مدير، ممكن يبقى اي حاجه، لان هو ابن مخلص من ابناء النادي الاهلي، بس كاريزمته مش راكبه على فكره مدير الكره. مدير الكره عايز حد زي الله يرحمه الكابتن ثابت البطل اللي كان يعني متفصل على هذه المهمه. ففي النهايه في حاجه غلط في النادي الاهلي، ونرجو ان تكون هذه القرارات يعني تعيد النادي الاهلي الى انضباطه من جديد. وحتى واحد من السلبيات ان دلوقتي كابتن زيزو اللي هيقعد شهر، ده انت عارفه ان موسم الانتقالات هيبدا في يناير. بالظبط. مين اللي هيختار اللعيبه بتاعه الاهلي الفتره الجايه؟ صح، زيزو. زيزو هيختارها، هيجيب مدير اجنبي يوم 1/1 هياخد اللعيبه اللي اختارها زيزو، هو مش هيبقى عنده اي تدخل ولا رؤيه ولا شافهم ولا اختارهم. ممكن جدا يقول لك اللعيبه اللي اختارهم كابتن زيزو مش عاجبني ومش عارف اكمل بيهم. في النادي الاهلي احنا يعني في النهايه بجد بنتمنى ان النادي الاهلي يرجع يمسك نفسه تاني، لانه بجد هو مثال قوي لكل الانديه اللي موجوده على الساحه. صحيح. وبالمناسبه في حاجه، بس مش هقول الاسم، بس في عندنا، شكرا جزيلا، في عندنا معلومات وربما تكون اجتهادات وربما تكون حقيقه، ان النادي الاهلي وقع النهارده مع احد اللاعبين السوبر، بس مش الاجانب، المصريين. النادي الاهلي وقع النهارده، بس في حظر نشر وحظر اعلان، ومحدش عايز يعلن في النادي الاهلي، ولا اللاعب كمان المصري عايز يعلن ان هو وقع لنادي الاهلي، الى ان ياتي يوم 1/1 ويصبح الاعلان والتوقيع رسمي فهمي نظمي، عشان ما تحصلش المشاكل اللي حصلت في لعيبه اخرين زي جد وهاني سعيد وغيرهم. بس لعيب سوبر، من واحد من اهم اللاعبين المصريين اللي انجبتهم الكره المصريه، وساهم كثيرا في انجازات فريقه والمنتخب القومي المصري على مدار الثلاث بطولات الماضيه لامم افريقيا. اما اسمه ايه؟ المهم ما يكونش ماضي مع اكتر من نادي عشان ما نعيش في مشاكل بقى. ما هو يمكن عشان كده ما تمش الاعلان. شكله ماضي مع اكتر من حد. ما هو ماضي مع حد، هو على ذمه حد. طيب. بس هيروح لحد وهنعرف الكلام ده يوم الحد. طيب عندك خبر مهم. عندنا حد كمان جميل، حد مهم قوي وبنحبه جدا. حد جميل جدا، ربنا رجعه لنا بالف سلامه. الفنان الجميل، مش هقول بقى المعلومات، خلينا نطمنكم، صوتا وحياه ونبضا، الفنان الجميل محمود قبيل. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا استاذ. اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم. الف حمد لله على سلامتك يا استاذ محمود. الله يسلمك يا مدام منى، الله يسلمك. انت يعني بتقيس كده مدى حبنا ليك صح؟ الحب معروف في القلوب عند بعضها يعني. ربنا يكرمك يا رب. الاول عايزين نطمن يعني الساده المشاهدين ان حضرتك كنت في المانيا وبتجري عمليه في العمود الفقري. تمام. يعني حضرتك طمنا وطمن جمهورك، يعني ما شاء الله الصوت كويس، نمسك الخشب. لا تمام الحمد لله. بس يعني سريعا كده نقول للساده المشاهدين، حضرتك صحتك عامله ايه دلوقتي؟ العمليه كانت ايه بالظبط؟ العمليه كانت في الفقرات القطنيه. ودي كان نتيجة بقى تاريخ، نتيجة المظلات والصعقة يعني الحساب بيدفع دلوقتي. فالحمد لله عملتها في ميونخ. وهناك
هناك بروفيسور ترابي هي اللي عملتها، مفروض من احسن جراحين المخ والاعصاب. تمام. وقعدت اسبوع في المستشفى واسبوعين في مركز تاهيل في حته اسمها ليك كيمسي، والحمد لله رجعت اول امبارح. الحمد لله خلاص كده البروفيسور قالت لك انه مفيش اي الحمد لله اعراض جانبيه، مفيش مشكله لا مفيش اعراض جانبيه الحمد لله، وقالت لي تمارس حياتك طبيعي بس لمده الثلاث اسابيع الجايين كده الواحد يعني، قالت لي مفيش داعي يعني تمارس اي رياضه عنيفه او اي حاجه، خدها كده بشويش يعني. ده انا كنت عايزك نروح الاسبوع الجاي نقفز بالمظلات. لا يا فندم كفايه حرام عليك مظلايه سريعه كده ده كان زمان كان زمان. ربنا يديك الصحه والعمر دايما يا رب. ربنا يخليك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا رب، زي ما بيقولوا كده بالبلدي عندنا الفلاحين ما يرقد لك جته. ربنا يخليك امين يا رب. يا رب احنا وكل السامعين. شكرا يا استاذ محمود ومليون حمد لله على السلامه، ومره ثانيه كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اعلنت